يرتلون القداس كالمعتاد في صلواتهم، لكن القلق يعتلي وجوههم أكثر من أي وقت مضى، وهم يجدون أنفسهم على مسمع ومرأة من دوي الانفجارات التي تستوطن قلب كنائسهم في موجة من الاستهداف الغير مسبوق وفق شواهد عدة. هل من جامع بين مؤشرات هجرة مسيحي الشرق والاضطرابات الأمنية وتنامي التشدد في دول بعينها في المنطقة؟ من يجيبون بتنكيس الرؤوس موافقة، يقولون أن حجب الشمس بإصبع عن حقائق واقع الأقليات الدينية لم يعد جائزا في الشرق الأوسط. من بغداد إلى دمشق يوحد المسيحيين والمسلمين الوجع والقلق على مصيرهم في ظل تنامي التشدد الذي بات وفق المعنيين الخطر الأكبر الذي يهدد التعايش الديني القائم في المنطقة منذ 2000 عام، والإحصاءات تؤكد هذه المخاوف وتعزز منها. وحسب إحصاءات جمعية أعمال الشرق والويكيبيديا، فإن حوالي 10 إلى 13 مليون من المسيحيين في المشرق، من 36 إلى 40% من اللبنانيين، 10% من المصريين، من 5 إلى 10% من السوريين، وانخفاض لافت في نسبة مسيحيي العراق. يطوي العام 2013 أوراقه ويأبى قبل الرحيل إلا وأن يذكر بأن أزمات المنطقة العربية مرجح لها أن تستمر سنوات أخرى قادمات، ما دام سلوك البعض نفسه مستمرا في رسم الحدود بين المعقول واللا معقول بأنهار من الدماء القانية وحروب دائمة لا تنتهي. وللمزيد ننتقل الآن إلى منى. منى، ما حقيقة تعرض أقليات دينية في دول عربية إلى القتل والتهجير، ومن المستفيد من ذلك؟ نعم باسل، يعني كل هذه الأسئلة نبحث عن إجابات لها ونسلط ضوء على هذا الموضوع للوقوف طبعا على حقيقة واقع المسيحيين في المنطقة. يعني في العراق وسوريا تحديدا، تخوف من المستقبل وقطامة الأوضاع الراهنة هو ما يجمع المسيحيين ويدفع بعضهم للهجرة. بطارقة الشرق يلتقون في الفاتيكان لبحث الملف، وعنه كنا قد التقينا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام. نتابع. حضرة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، كيف ترى أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا اليوم؟ يعني المسيحيون في الشرق الأوسط أولا هم أبناء هذه البلاد، وهم من سكانها على مدى 2000 سنة و 1435 سنة برفقة ومشاركة المسلمين. يعني هذا الموضوع هل بات يهدد التعايش الطائفي الديني الذي عرفته المنطقة منذ قرون؟ طبعا يهدد كثيرا، لأنه ما نشهده مثلا من حركات تكفيرية خصوصا في السنوات الأخيرة، في بالتحديد من الأزمة السورية وليس بدايتها، 2012 بدأت تهجم هجمة تكفيرية مخيفة، حتى المسلمون يشعرون بأن القرآن تكفيرية. إذا الآن حتى المسلم يشعر بأن هناك حركة تكفيرية ليس فقط المسيحي، فإذا هذا يعني أن الوضع تأزم جدا جدا بسبب هذه الفئات. وبالضبط يقال، وأنا سمعته من كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي وفي الصحافة الأوروبية بأواسط أيلول الماضي، هناك 2000 فريق من المحاربين، مش 2000 شخص، 2000 فريق لا أحد يمكن يسيطر عليها مستقلة. يعني البعض يتحدث عن مخاوف من إفراغ الشرق الأوسط من المسيحيين نسبة إلى يعني الهجرة المتزايدة مؤخرا، ما هو رأيكم؟ إفراغ المسيحيين ليس بمعنى الحصري إفراغ مقصود، ولكن الهجمة على المسيحيين هي لأجل الفتنة ولأجل أهداف أخرى، هي أهداف تكفيرية وأهداف ضرب ربما الإسلام بالذات. أنا لا أقول هناك خطر فقط على المسيحيين، نعم عدديا وظاهريا، ولكن أكثر من ذلك أنا أعتبر هناك ضرب على الإسلام بطريقة يعني كثير مرهفة ومرتبة ومركزة وغير واضحة، لكن إلي واضحة من زمان، هناك تهديد دين المسلم. ولذلك نحن كمسيحيين يجب ليس أن نخاف على حضورنا، ولكن الآن أن نلعب دورنا
بأن نحامي عن هذا المجتمع المتعدد الذي مستقبل الديمقراطية الحقيقية في المنطقة. ما هو الحل لمواجهة خطر التشدد في المنطقة وكيف ترى الحل؟ اليوم من يسلح هؤلاء المتطرفين يجب أن يكف عن تسليحهم، ومن يدعم التطرف أو يظن أن التطرف هو يمكن أن يكون حل من حلول المنطقة، أو من يظن أن هذا التطرف هو عابر، ولكن هذا التطرف سيؤثر رويدا رويدا على أيضا المسلمين المعتدلين. ما هو واجب التيارات والقيادات الدينية لإصلاح هؤلاء المتشددين وخاصة الشباب منهم؟ يعني هو الوعظ والإرشاد، وأنا غدا أو بعد غد سأصدر رسالة عنوانها لماذا التعدي على دول العبادة لا سيما الكنائس، وفيها أقول لهؤلاء الذين هم هلوسين 2000 فريق اللي هن عم يتلوا عم بيدمروا عم بياكلوا قلب الناس وبشاعة، أقول لهم أنتم مخلوقون على صورة الله ومثالي، الله بحبكم، اكتشفوا بشريتكم، اكتشفوا ألوهية الله فيكم، نفس الله فيكم، حتى تعودوا إلى بيوتكم إلى عائلاتكم إلى وجدكم. أنا أدعو بهذه الرسالة المحاربين المتطرفين التكفيريين الأصوليين العصابات إلى أن تعود إلى الحياة الطبيعية. هذا رسالة مهم جدا سأنشرها بكل اللغات حتى أدعو هؤلاء إلى إنسانيتهم حتى ما يكملوا هذه المآسي التي تطال كل أولادنا اليوم وتجعل أنه في خطر على كل المنطقة. حضرة البتراك كريغوريوس أتالت لحام، شكرا لوجودك معنا في برنامج اليوم على الحرة. ومع استضافة الفاتيكان لمؤتمر لمسيحي الشرق الأوسط، كاميرا اليوم رصدت كيف ينظر بطارقة في بغداد والقاهرة وبيروت لواقع الحال. نتابع أولا من بغداد. حقيقة يعني واحدة من أهم أسباب الاحتقان الطائفي في العراق هو عدم النظر والالتفات إلى ما يجمعنا ألا وهو العراق. يعني أنا اللي يجمعني بأخوي المسلم، اللي يجمعني بأخوي الشيعي أو السني أو الكردي هي عراقيتي، فعندما أعود إلى أصولي وإلى عراقيتي هذا الأمر رح يقلل من التطرف الطائفي، رح يقلل من الانصياع كل واحد وراء طائفته والفائدة لطائفته، رح ننصب في حب الوطن، رح ننصب في الفائدة الحقيقية للوطن. لا ننسى نحن جميعا عراقيين. مرات كثيرة يقولون أنتم مثلا المسيحيين أقلية، أقول أنا لست أقلية، فكيف لعراقي يكون أقلية في عراق؟ نحن لسنا أقلية. وإذن العودة إلى الأصول، إلى عراقيتنا، إلى بلادنا، إلى حضارتنا، إلى وحدتنا، هذا الأمر الأول اللي يساعد على جعل هذا الشرخ الطائفي ينسد. الأمر الثاني ننشر ثقافة اللي هي ثقافة الحب، ثقافة التسامح بين كل شرائح المجتمع. يكون أكو إعلان عن هذه الثقافة، يكون أكو توجيه، يكون أكو دراسة، يكون أكو أصول، يكون أكو في مجتمعنا خطاب ديني معتدل وليس متطرف.